أموت ولا أعيش دك أنا مالكش تسألني فيه بتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليه مين اللي قدامي ده واحد معرفوش ما بيتس أسيبه أسيبه وأجرحه عشا كتير تقابله عادي ما كملوش أو كل واحد يعمل اللي ريحه. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نورت. اهلا وسهلا يا مرحبا والله مسهلا. يعني الصوت الجميل والروح المرحه تركي الدوسري حياك. يا هلا والله ومرحبا حياكم الله وبياكم جميعا. تبوني احط المايك ولا اي اللي يريحك اللي يريحك اي زين الله يعطيكم العافيه. يلا حيه. الله يحييك ويبقيك. يعني شخصيه جميله روح مرحه وسعه صدر ما شاء الله تبارك الله اضافه لصوت جميل ويغني في كثير ايضا من خلينا نقول المدارس يعني تبي خليجي تبيها مصري تبي اللي بيغني كل شيء موجود ها الحمد لله فضل من الله ما شاء الله عمركم. طيب تركي البدايه في الغناء خلينا نتكلم من بدايه محبتك لها وتجربتك الى بدايه والله انك تنتشر في السوشيال ميديا. والله تعرف دائما المواهب دي من يوم صغير يكتشفها الواحد في المدرسه حلو بدات بذاعه الصباح في المدرسة كنت تغني في إذاعة الصباح؟ لا مو بغني كنت يعني أبدأ أطربهم ينطربون الطلاب يعني ينتظرون الفقرة هذه بالذات يعني زملائي في العمل ينبسطون لا الشيف حمدي ولا الكابتن خوخة الغالين هذا لازم ينطربون طال عمرك والحمد لله بعدها استمريت لين صرت ترى انا ماني يعني مركز على الفن كثير بس اني دامج الدنيا دامجها مره واحده. كيف يعني دامج الدنيا؟ يعني ما اخذ الدنيا كلها ساعة صدر. ان بغيت اني اغني غنيت ان بغيت اني جميل يعني مع الناس جلست يعني ما انت مركز في الغناء كانه انه هو عملك وحياتك وكذا لا انت وسيع صدر الحمد لله الواحد وش يبغى من الدنيا؟ اخر شيء يقولون في الاخير خلهم يذكرونك بالشيء الزين ما يذكرك بالشيء الشين. أنا أشهد طبعا الحضور الجميل هذا دائما يبقى أيضا الله. طيب السوشيال ميديا الانتشار متى أول مقطع كذا الناس بدأت تعرف تركيا؟ والله في مقطع لي حق الصدلية جيت للصدلية ذاك اليوم مروق قلت لها يا دكتور أبغالي على ولا اقول لك يا دكتور عطني بنادول علشان فيني حراره دكتوري مال العين قال لي خبر مزين اعمى بدونك حال فراقك يمر يومين ادري وانت قاعد تبي مبسوط انا باسال هو حاسبك الدكتور بعد المواعيد حاسبني انهبل الدكتور المفروض يدفع تكت على هالصوت الجميل يا اسمع يا دكتور ايش يقولون طيب خلينا احنا نختم معك الحلقه كمان باغنيه كمان دائما هذه من الاشياء اللي اركز عليها واحبها اي يلا للفنان الجميل عبد المجيد عبد الله وجه لك عليه بالخير طبعا ما بين بعينك على كثر ما جاك لو حسافة ليتني ما عطيتك تخطي وعذرك واتحمل يا سلام يعطيك العافيه الله يعطيكم العافيه جميعا وشكرا لكم برنامج اليوم الاستضافه الجميله الله يحييك واحلى صباح يا حلوين نورتنا واسعدتنا